بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسؤالكم من السؤالي إني مالن لها سؤال شان روحي كساب سنتي إذا لا حيرتا صوم يقضيه. طبعا وقت الصوم كان وصول دوالي منان قارنا وانسين دورنا سؤالها الصوم كو آدم قف كان وحولي الصوم بايقات تغي أنا وحنوصل كدي وان عافي ماذي لكن قضيه وان ضيعي كدي بهاد انا بشي الشعبان بالتشوغا يو وان حانون صناه يقولين ما قضين محان سمية قف قاسي صون كهرتا كتغي حانون كتغي دم بكم الله وإلهي بقول هذا فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أي فأفطر أفر الله أقول هذا مددي واجب موسع وهاي وقتها يستو إلى رمضان ككلا إنه كو قضيه مددا وعافي ماضي وهاي هي نفتا لم أقول إنه أدك دو ضيع عاد بسمي حتى نادي وحنون سيا هاي سوى حنون كوجت وسن قضين كرين هدي وياه هذا قضى لكم الله هدي انت لما انتو عافي ماذا وقضين كرنا حق قضايا هدي كلانا مركي من رمضان لما هذا انت إليه هدو نبتكو قارسيو دي بهاك قضايا هدي وحنون كي كعافي ماذا إلهي نوحي كخل دمي دم بلا فوي ديستو أنا غي ساقب من الله كبرينا سبحانه وتعالى إنو نودم دافو وحنا كخل دمي وبالله التوفيق.